يلا يا كريم اسألك أنت المعطي أنت الملك وترجعك وتوسلك يا رحمن يا ذي الجلال. هذه قصيدة من كلمات الشاعر الرشاد محمد محسن اليكاري، تحكي وتعبر ما فيها تحيات حاضر الجلسة. شايف أحمد محسن اليكاري فارس أحمد قاسم، هذا أبو محضار تحرك المساء. شكرا. وتوسلك يا رحمن يا ذي الجلال، يلا يا كريم سلامك أنت المعطي أنت الملك، وترجاك وتوسلك يا رحمن يا ذي الجلال. يلا جيب عبدك رشاد نادك من صميم الفؤاد، يا رازق جميع العباد جيب دعوة رشد والسؤال. يا كريم عليه السلام بشرت بيحيى ظلام، في المحراب وسط الظلام في شدة سواد الليال. بشرت بيحيى ظلام، في المحراب وسط الظلام في شدة سواد الليال. وعطيته لمريم ولد من دون ما لمس أحد، أنت المعطي أنت الصمد، يلا اكفنا بالحلال. يا رزق لانسي وطير، ارزقني بجاهل صغير، عبدك قال يشتي جهل، عبدك قد صبر واحتسب، سافر مسلم والسبب، راضي صدق بما الله كتب، حتى لو حملت الثقال. صبر واحتسب، صافر مسرع ملوان سبب، راضي صدق بما الله كتاب، حتى لو حميت الثقال. يالله العيال مطلبي هذا مطلب أمي وبي، فيهم واقف جانبي والأخوان اللي راسمون. هذا مطلب أمي وبي، فيهم واقف جانبي والأخوان اللي راسمان. ودي يا غزال صبري لله أحمده واشكري، ذي خالق وذي قادري يعطين البنات والعيال. عم يالله مرتضي بالقضاء وراضي غصب ولا رضا، أنت الحق حكمك مضى، لك حمدي على كل حال. يالله مرتضي بالقضاء راضي غصب ولا رضا، أنت الحق حكمك مضى، ولك حمدي على كل حال. وصلي على في الختام المختار سيد الأنام، صلوا على النبي يا كرام في خ
القصد والمقال صلوا على النبي أكرم.